دابا نشوف واحد السؤال اللي هو مهم. الناس كاملين اللي عنده مثلا في حال السيده اللي اتصلت دابا اللي عندهم الاعراض يمكن خفيفه ولا شي حاجه غيدخلوا من الشك، فاش من سن مره خصها تبدا ترد البال اولا فاش من اعراض خصها تمشي تشخص؟ الوغ هذا هو الجزء المهم اللي بغينا نتكلموا عليه اليوم في سرطان عنق الرحم، لانه هو السرطان نقدروا نتفاداوه. باش نقدروا نتفاداوه بالتشخيص المبكر اللي هو مهم جدا في هذا السرطان. التشخيص المبكر خصو يبدا عند السيده ابتداء من سن 25 سنه لسن 63 حتى 65 سنه، او من بعد اول علاقه جنسيه الا كانت من بعد هذا السن. فهاد النساء خاصهم يقوموا بالتشخيص المبكر عن طريق سواء مسحه عنق الرحم او كاينين طرق اخرى بحال ليكزام الاسيد اسيتيليك اللي تيدار في عندنا نيت في المغرب في لي سونتر دو سونتي، يعني في مراكز الصحيه. دونك هاد التشخيص خصو يكون في كل سنه جوج مرات الاولى سنويا. الا كان نيجاتيف من بعد كتولي السيده تديرو كل ثلاث سنوات. نعم، نبغيو نعرفوا شنو سبل الوقايه واش كاين شي تلقيح من هذا المرض. اكيد الوغ التلقيح موجود بالنسبه للفتيات وحتى الصبيان، مؤخرا ولاو تيلقحوا حتى الصبيان ما بين 11 حتى 14 سنه. تيكونوا جرعتين بيناتهم واحد 6 شهور تقريبا، من بعد 15 سنه حتى 20 سنه تيطلب تقريبا ثلاثه الجرعات. هاد التلقيح تنأكدوا عليه في هاد السن صغيره قبل ما يكبر لو ريسك باش تكون الفتاه تصابت بهاد لو فيروس. يعني قبل ما تكون شي علاقه جنسيه، قبل ما تكون واضحه من الاحسن قبل ما تكون علاقه جنسيه، يعني قد ما كان العمر، يعني من هنا من 15 سنه حتى 20 كيف قلتي، 11 من 11 لسنه حتى 15 سنه سي لاج ايديال، يعني السن المناسب للتلقيح.